أهلا بكم إلى أهم أخبار ليبيا، وهذه عناوينها: الداخلية تداهم وكرين لتجميع المهاجرين في تاجورا، الولايات المتحدة تؤكد دعمها لجهود المبعوث الأممي، وإجراء 200 عملية لزراعة القرنية بطرابلس. أعلنت وزارة الداخلية بحكومة لدبيبة مداهمة وكرين في تاجورا لتجميع المهاجرين لغرض الهجرة عبر البحر، مؤكدة أن إدارة إنفاذ القانون تلقت معلومات تفيد بوجود الوكرين بضواحي المنطقة واللذين يستخدمان لتجهيز المهاجرين، حيث تم ضبط مجموعة من المهاجرين كانوا يتجهزون للهجرة وفي حوزتهم سترات نجاة. أعلنت مديرية أمن بنغازي ضبط تشكيل عصابي يمتهن سرقة المركبات من المواطنين بقوة السلاح طريق التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بإيهام مالك المركبة أنهم يريدون شراءها ليتم استدراجه وسرقة سيارته. أكد القائم بأعمال السفارة الأمريكية في ليبيا دعم بلاده الكامل للمبعوث الأممي عبدالله باثيلي في قيادة حوار بين المؤسسات السياسية الليبية من شأنه أن يفضي إلى تعجيل وصول ليبيا إلى الانتخابات. أكدت مديرية أمن طرابلس البدء في أعمال توسيعة الطريق بين تاجورا وطرابلس، وأشارت المديرية إلى بدء أعمال إنشاء تحريرة ما قبل الإشارة الضوئية البيفي وما بعدها، وذلك بهدف المساهمة في القضاء على الاكتظاظ المروري الحاصل في الإشارة الضوئية. أعلنت الشركة العامة للكهرباء وصول مواد ومعدات إلى محطة تحويل المنصورة بمنطقة الجبل الأخضر، مشيرة إلى أن أعمال تركيب المعدات ستجرى من قبل الفنيين التابعين لإدارة شبكات الجهد المتوسط الجبل الأخضر، وذلك بهدف تحسين أداء الشبكة الكهربائية استعداداً لفصل الشتاء. أعلن مستشفى العيون بطرابلس إجراء 200 عملية لزراعة القرنية خلال فترة قصيرة جداً كانت في قائمة الانتظار، وأن هذه العمليات تأتي ضمن برنامج توطين العلاج لأمراض العيون بالداخل، والذي تتبناه وزارة الصحة لضمان وصول الخدمة الطبية لكل المدن الليبية. أعلنت إدارة مطار طبرق الدولي عن وصول أولى الرحلات المحلية التابعة لشركة الخطوط الجوية الأفريقية قادمة من مطار معتيقة الدولي في العاصمة طرابلس، مشيرة إلى أن الشركة تستعد لإطلاق الرحلات الدولية من المطار في الفترة المقبلة. نهاية النشرة، إلى اللقاء.